سجله حافل بالاختراعات ودولابه امتلأ بالأوسمة والنياشين العالمية، ولكن ماذا قدم مؤخراً للبشرية؟ لقد توصل إلى اختراع مذهل أبهر به العالم من جديد. إنه المخترع السوري عصام حمدي الذي توصل إلى العديد من الابتكارات التي تميزت بالإبداع وقدمت الكثير من الخدمات إلى البشرية. فما آخر إنجازاته؟ جهاز عجيب يساعد أصحاب الهمم على استخدام الحاسب بسهولة. هكذا فعلها حمدي من جديد. يتميز الجهاز بسعره المناسب وبمرونته العالية. لقد راعى حمدي في اختراعه الأخير أن كل حالة من ذوي الهمم هي حالة خاصة، لذلك زود الجهاز بعدد من التقنيات التي تعدله مباشرة ليناسب الحالة. حمدي يقول إن الجهاز مخصص لاستخدامه بواسطة القدمين، وعند وجود حالة تتميز بإمكان جزئي لعمل الطرفين العلويين، كأن يكون تعطل جزئي أو فقدان لجزء من اليد، يوفر تقنية لوضع الجهاز قرب يد المستخدم. وأما إذا كانت الحالة مثل قصر الأطراف، يضاف لها مساعد يؤمن وصول الطرف القصير للجهاز. حمدي لا يتوقف عن تقديم اختراعاته الفريدة، فهو يظهر اهتماما خاصا بأصحاب الهمم لتسهيل حياتهم ومساعدتهم على الاندماج في بيئتهم الاجتماعية والعلمية. فهو يظهر اهتماما خاصا بأصحاب الهمم لتسهيل حياتهم ومساعدتهم على الاندماج في بيئتهم الاجتماعية والعملية. يقول المخترع السوري إنه يوجد بحوزته عدة اختراعات خاصة بأصحاب الهمم غير هذا الأخير، لكن لم يستطع تسجيلها أو إنتاجها لأسباب متنوعة، ومنها جهاز تحكم متعدد المهام لأصحاب الحالات الصعبة. ويمكن ذلك الجهاز الشخص من تحريك كرسيه الكهربائي والتحكم بالحاسب والتحكم بكل الأجهزة الكهربائية التي يمكن التعامل معها بجهاز تحكم تلفاز ومكيف كيف راديو ورفع وغلق أباجورات إضاءة وغيرها. يحمل حمدي 9 براءات اختراع مسجلة في دمشق، إضافة إلى أكثر من 200 مشروع اختراع غير مسجل، وحصل على عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية لاختراعاته. ومن أبرز الاختراعات التي استطاع تسجيلها حمدي جهاز تنقية غازات عوادم السيارات من الفضلات. يتألف الجهاز من صفائح ثابتة تولد حقلا كهربائيا عاليا يقوم بترسيب الشوائب. ومن الأجهزة أيضا التي حصلت على براءة اختراع جهاز حماية السيارات، والذي يحمي السيارة عند الاصطدام أو الانقلاب. وجهاز حماية السيارة سهل التركيب، ويمكن تركيبه على كل الموديلات خاصة القديمة الغير مزودة بأجهزة أمان. ومن الاختراعات التي حصل حمدي على براءة اختراع لها جهاز يساهم بحل أزمة السير، لكونه عبارة عن ساحتين فوق بعض. تدخل السيارات للساحة العلوية بطريقة مشابهة لأي ساحة عادية، وتتجه للمركز حيث يوجد جسور حلزونية تصلها بالساحة السفلية، وتختار المخرج المناسب لكل سائق دون توقف. ليس هذا فحسب، ولكن يملك حمدي كذلك اختراعا اسمه جهاز انذار نوم وسهو السائقين والمهن المشابهة، وهو عبارة عن جهاز إلكتروني بسيط يتحسس ارتخاء بعض العضلات ويرسل إشارة لدائرة إلكترونية تعطي تنبيها صوتيا قوي متزايدا للسائق، فإذا لم يستجب السائق كان يكون فارق الحياة. فعندئذ وخلال بضع ثواني يقوم الجهاز بعمل فرملة متدرجة للمركبة وإيقافها مع إصدار إنذار لكل من حولها، ويمكن إضافة إنذار رسائل قصيرة لمراكز الشرطة كذلك.